شويه لا تطلق الكوبسطات مكتي ما عمرتي غتطلق معاه والله تتعاود عاوداني الدات تلاقينا مع عمتي محمود سلم عليا اول مره ياك قلتي لي ما يطرى لهم ما كتشوف مزيان طيب شوف ثق فيا سطرك معايا انا واخا ما تشوفش انا تشوفني وبغيت نمشي بشويه نكثيري شنو كثير ندخلك اللطر حتى انت منو ما غتبقى تضرب فيا بكاس هاني اوني لا فورس فرير سلام نعطيو يرونفلي هاد الاول بالي شاف الموطور وعجبو نعم بالي شاف الموطور وعجبو بغيتيش كثيري ها انت دير بحال هكا ما تخافش شاف شويه ان شاء الله فوي الله يصلح الله يحفظك دراري ميك بيبل هابي ميك بيبل هابي نين هاد الولد هذا الدراري اللي قلت لكم الا كان شي واحد فهاد لا كوميونيتي اللي مفولوياني كاملين كيستاهل نتلاقى معاه راه هو حيت لا غيزون علاش تلاقيش معاه زوينه بزاف ومازال هادي ما غتكونش لا بروميير ولا ديرنيير رونكونتر هادي غير اون في كونيسونس كنا هضرنا في ابيل فيديو انا وياه ولكن هادي سي اون رونكونتر اوفيسيال تلاقينا باش شوفني نشوفو نهضرو انا وياه نضحكو شويه ومن بعد غنعاود نتلاقى معاه وغندير بزاف د الحوايج ما بغيتش نقولهم حتى تشوفوهم دخل فيه حمار هذا من هنا واه بشويه زكي كنتي غدير جديده مسخوط انت شتي فين دخلتي قلتي لي انا كثيري صافي انا هذا الولد بغيت نشوفه فرحان بغيت نشوفه كيضحك هادشي اللي بغيت وغنحاول نحقق ليه هاد شويه ديال لا جوا حيت انا عندي لو بوفوار باش نحققها ليه علاش لا زوزانا فاش مشي شي لا فاليز في محمديه لا ويلي غنديك معايا المحمدي غنخرجوا ليهم في محمدي يلا شد فيا عشر انا دابا دونك غنهودو معايا المحمديه نمشيو غنضربو التسركيله في المحمديه ندير لافاليز كدا العباد نخرجو قبل ما يطيح الظلام وابخي غنردو شق كاش غتقشني كون كنت بوحدي صافي سلم شد فيه كثير لي انا فرح لي الدري انا الدري بغيت يرجع فرحان اليوم البار وهادشي اللي غندير حيت الدري كيستاهل ما عرفتش الدراري ما عرفتي واخا نوصف لكم هادشي اللي حسيت به انا دابا حيت انا اللي عارف علاش وانا اللي عارف شنو كندير دابا حيت الولد الميغيت بالجهد
وروش شحال ما قدانيش ما عرفتش قداني فرحه على هادشي اللي كندير فيه. المهم انا بعدا جو سوي ساتيسفي انني قدرت ندير هاد اللعيبه اليوم. صافي بغات تجي شي دابا بغات تجي الموت تجي مزيان ما تخلعتي ما والو دابا انا كنقول لك ما تخلعتي ولكن مزيان صاد. شوف هذيك الخلعه عادي فرحه ماشي اه حيت تقدر تصاد رجلك تبدا الدرع تقدر فهمتي عادي هذاك الشيء اه عرفتي علاش حيت حتى انا كان كيطرى لي بحال هكا في الاول مزيان بعدا ياك اصاط هاني انا المهم تلاقيت معاك هذا هو كل شيء اصاط اني لو فخس ينعلبوا العالم ينعلبوا كل شيء قدام هاد لاجوا قدام هادشي اللي درت انا دابا خونا تخلع شي وما كيمرقوش وما صاحب كيشوفك جاي وفهمتي وما عادي ولكن اللي غادي نقول لكم سكو الا كان شي واحد في ديك لا كوميونيتي كامله اللي عندي في يوتيوب 14000 ابوني في يوتيوب 5000 وشي حاجه ابوني في انستغرام الا كان شي واحد في هاد لا كوميونيتي كامله كيستاهل هاد الخرجه راه هو هاد الولد وانا فرحان بزاف 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 اللي تحت لي الفرصه نتلاقى معاه ونفرح وعشان ما تصوروش والله انا في هاد لا فيديو وما بغيش نخدم العاطفه وما بغيش نبكي وما باغي ندير شي حاجه فهمتوا الحمد لله فهمتي كانوا طراو شي حوايج وانا كان كيحسب ليا بلي دوك الحوايج خايبين بالنسبه ليا وكان مابقاش كنقول علاش انا طرا لي هادشي ولكن هذاك الشيء كون ما كانش غيطرا هذاك الشيء كون ما طراش ما كنتش غادي نتلاقى اليوم مع هاد الولد وهاد الولد مازال غندير معاه بزاف ديال الحوايج مازال الحمد لله والله يش الحمد لله عشان راه ما تصوروش حنا الحمد لله والله الحمد لله قدرت نتلاقى معاه اليوم وغنعاود نتلاقى معاه ان شاء الله الا بغى الله ولا غوس بيل صام بيل لا غوس بيل صام انا لا صات فاش كثير يجي باش حسيتي حسيت بغات تخطف حيت كان الموتور عامر سمعتي الغوتوغ بغيت يطروفلي انت قادر غارة ولا انت طروفلي غنوقفو ليه ينعلبو الدياسك ديال لومبرياج فرقع لي الدياسك انا تكسيري عشير كسيري اف كسيري زيد وزيد والله يش تعاود عاود هاني الدياسك زيد والله اشوف هبطت اشل لتحت ورجلي كتفرقع هبطت الصاد كسيري مزيان هو داك العز قال لي الدياسك تفرقع لي الدياسك الصاد راه عارف هو اللي فرحان ولكن راه انا اللي فرحان ياك كيعجبك البحر كيعجبك صافي هادي اقل شيء الصاد اقل شيء وانا العشران انا كنا كنجي نتجمعوا كاملين هنا الصاد ناري علاش اصاحبي علاش ما عمرك هضرتي معايا حتى لدابا عاد جيتي دويتي معايا ها بغيت ندير موطور ويلي على تدير موطور ويلي ايوا شي تحمار كون جيتي دويتي معايا شحال هذيك غنطلق كون تلاقيت معاك وخرجنا هاني يا صاط انت فهمت هادشي اللي كنقول للدراري كنقول لهم ما يبقاش فيكم الحال الا ما عندكمش موطور راه كل حاجه ووقتها كيبقى فيك الحال على موطور ياك ولكن هاني يا صاط سير برا ياك وصلتي لي مزيان وصلتي مزيان ما تخلعتي ما والو تخلعتي شوية ولكن مزيان ياك الصاد الصاد شوف دابا اجي نقول لك نسولك دابا انت الا كنتي تقدر تعيش حياتك بحال هكا
والريسك وكذا والادرينالين وهادشي اللي عشتي معايا دابا. ماشي هاد الامس قلت حيت الصاد كاينين شي وحدين كيقولوا لي لا لا ما نقدرش نعيش حياتي بحال هكا، اللهم نعيشها وما ندير والو فهمتي، ولا ونبقى عايش ولا نعيشها بحال هكا ونموت. واش الصاد راه من الاحسن تموت وانت كدير بحال هادشي، تخيل الصاد. هاني يا برو هاني، I'm so happy to see you برو، عنك يا شير العز بك. الله 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 الله، جي شي صات شي معايا الدراري وكذا باش حس فيك دابا محتاج فهمتي، شي صات بنادم كيبغيك على وال ها هما لي سونساسيون خصك تحس. ها انت فهمتي هادشي اللي بغينا، ما باغين حنا ما باغين تاوز، باغين شنو؟ بغينا نفرحوا بنادم. صات فينيكس وتكيس في الطريقه، تكيس الصات عندك مطاري بلي غيدخل لي فيه. قول لي يا صات طلع طلع ركب لي فوق ليك جيتيت وانا غنركب فوق لا فينيكس اصلا. تحكمتي فيه ياك ها مزاك ثقيل؟ لا لا خاص صورونا عشير. لا صور طلع لي العذبه برو. كاين صافي ما تبقاش دير لي دابا الطياره، كنضحك معاك برو قسم. طلع لي فوق ليك جيتيت انا ان شاء الله. يلا دور قلب على راسي تكيس في الطريق الصاط. الله يحفظك. It was nice. اه اللي صاحبي هاني انت مالاش عطيتك زيد برو، عنقني عنقني ما تسلمش عليه العز الصاط. تكيسوا على روحكم في الطريق الدراري. صافي الدراري بدا ظلام الحال، ريحنا انا ومسيو محمود، هضرنا شدينا 60 لعيبات كذا. حياة زوينة بغيو الحياة ياك، حياة بغيو بغيكم ياك والله يشا بصح. وشوفوا الدراري نبروفيتيو من هذا هذا واجي حدايا عشير ياك. لا بغيت نقول لهم واحد اللعيبة الدراري، فهمتي تيقوا في راسكم وما تفقدوش الامل، راه اي حاجة طرا لكم في الدنيا الا هو بوغ اون غيزون. كاينة هاد الهضرة تو كونفيرم ولا تو كونفيرم جي كامل تو فرونس بيان. الدراري تيقوا في راسكم وما تفقدوش الامال، واي حاجه طرات لكم في حياتكم راه الا هو اون غيزون. نتوما بعد مرات تقدروا تقولوا راه خايبه ولكن راه والله شي زوينه، هو محمود يكونفيرمي ليه. ها تلاقى بالضروره شي صاد بسبب حاجه خايبه طرات لك في حياتك تلاقيتي به، وبسبب حاجه خايبه انا طرات لي حاجه خايبه بسببها تلاقيت بك الصاد. ما عمرك كنتي غتلاقى معاه كون فهمت تلاقى هو زاغ، وما كنتيش غتريح معايا هاد الجلسه وما كناش غنهضروا وما كنتي السلام فين الضروره نقدر نجي نتصور معاك وتهلا. شوف الصاد عرفتي علاش قلنا لكم هاد الهضره الدراري؟ حيت انا طرات لي حاجه خايبه ومحمود هو طاري لي حاجه على ديالي فهمتي. وشوف جوج حوايج خايبين شوش طرا الصاط هاد الجلسه، ريحنا ولينا صحاب الصاط واول مره نتلاقاو وغنزيدو نتلاقاو وكذا. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم. والله ما سمعتك قلت لك الباك فاير غيبان دابا. بغيتي تشوف الباك فاير؟ سير 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 انا نوصل طوال هنا وغتشوف الباك فاير. شيه ما شيه راه خرج الباك فاير حطيت بيه فريسبي. Uh-oh.